الشخصية ديال سهام في مسلسل المختفي هي واحد شخصية اللي بغيتها بزاف فاش قريت السيناريو. شخصية اللي فيها واحد جزء كبير مني في كل مرأة وقلب طفلة نية، هي شخصية كتمثل الخير وكتدير أغلاط بزاف في حياتها في رحلة البحث ديالها عن رجل حياتها، وشخصية فاني وكتطور تطور طبيعي لأي مرأة كتلاقى مع الناس ما مزيانينش في حياتها، وكتعلم وكتاخذ دروس وكتولي أقوى وأقوى وأقوى. وهذه هي الشخصية ديال سهام. نهائيا ما عنديش مشكل انني نكون بدون مكياج، ما عنديش مشكل انني نكون، بالعكس من الاحترافيه ان الممثل يبان بالشخصيه اللي كينسى راسه هو، ديك الصور الجميله اللي خاصو يبان فيها ويبان بالشخصيه ديال اللي لاعب في العمل. فكنت نشوفوا اكبر مثال تنشوف لي زاميريكان العالميين كتلقايها سو ماكياج 100% على حسب الظروف ديال التصوير، حتى العارضات حتى هما نفس الشيء. فاي شكل كيفرض عليها داك لو تيم اللي هما غادي يدوزوه فكتديروا في وجهها وما كتقولش لا، لان هذه هي الاحترافيه. اما باش نكونوا كنبكيو ومأثرين وعندنا الرموش حتى لهنايا وفمنا ما عاد كي داير، وهذا راه هذا ما كتكونش اصلا مصداقيه ما كتوصلش للناس. الشخصية ديال سهام المعاناة ديالها شوية ضراتني نفسيا، فضروري من بعد العام بعد 3 شهور وانت كتعيشي في اللباس ديال ديك الشخصية، فالعقل كيصدق كتولي تحسي بحال بصح انت اللي تظلمتي وانت اللي بكيتي وانت. ففاش كنتفرج انا فاش كنتفرج كتجيني البكيه، يعني مؤثره فيا بزاف الشخصيه ديال سهام. هاد الساعه ما كاين حتى شي اخبار يعني اللي مؤكده على التغييرات اللي غادي تكون في مدونه الاسره، وكل الثقه عندنا في سيدنا وفي القرارات ديالو، وان اي حاجه غادي تدار ما غادي تظلم حتى شي حد، بالعكس غادي تكون في مصلحه الاطفال، وهذا الشيء اللي كنتمناوه. اش غادي نقول لك، يعني انا ماشي اختصاصيه في الميدان، ولكن كنتمنى اي قرار يكون منصف للمراه ما تكونش مظلومه فيه، غادي يكون عاجبني هذا القرار. اللحظة ديال الزلزال هذه ما عمري ما قلتها لشي واحد. انا كنت كنقر كنت جالسه كنقر ومقلقه كنهضر مع ماما وتنقر، وياس بدا الارض كتحرك تخلعت واحد الخلعه، وكنت جالسه وماما كتقول لي زنزال زنزال، وقفت صافي بديت كنحس براسي بحال كنلعب بداك داك التزحلق على الجليد هكا، تتمشي الارض وكتجي ولوهله ما تيقتش ما فهمتش، ما عمري ما عشت هذاك الاحساس. ماما مخلوعه كتقول لي يلا زعما نخرجوا نهزوا حوايجنا يلا. هذا انا بقيت غير كنشوف فيها مصدومه 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 المود، كنتسنى ما عرفتش، يمكن كنتسنى يحبس كنقول دابا يسالي دابا، ولكن كان يعني ريفلكس غلط بزاف، كان عليا نهبط ديك الساعه نخرج حتى يعني يخرجوا الجيران وداك الشيء. وهذا خرجنا حتى حنايا وركبنا في السياره وبقينا كنتسناو برا، ما قدرناش نرجعوا ندخلوا لديورنا. هما كانوا قدامي بجوج، كانت ماما قدامي وولدي كان ناعس، فيعني هبطنا بثلاثه، هزيت ولدي في جنبي، هذا عقل على الريفلكس هكا، مع انه ثقيل كيقول لي هزيني، دابا عنده تبارك الله 6 ans et demi، فاش كيقول لي هزيني تنقول له ما نقدرش نهزك صافي راه كبرتي. فاش كان زنزال جاني خفيف بحال شي ريشه، هزيته في جنبي بلا ما نشعر وكنتمشيت به، وسبحان الله العظيم الام الغريزه ديالها كيعطيها ربي واحد القوه اللي تقدر ما تهد الجبال على قبل ولادها. وانا مع السلام يعني، وما كنقدرش نشوف موت الاطفال كيف ما كان نوعهم ولا لونهم ولا دينهم ولا جنسهم، فما كنبغيش نشوف اطفالي يموتوا، فكنتمنى السلام يعم على الجميع، وهذه هي الامنيه ديالي. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.